أحييكم. تستحق بيروت وقفات معها، وقفات غير الشعر والنوستالجيا والغناء على أهميتها. فالمدينة نكبت كثيرا منذ أن شبت عن أسوارها لتصبح مدينة باهية على شرق المتوسط، مدينة تكبر كل أسبوع حتى باتت على تخوم الاختناق، مدينة بطرازات كثيرة جارت عليها حروب غريبة وحروب الأهل، وصولا إلى تفجير مرفئها الذي أطاح أكثر من ثلثها القديم. المهندسة المعمارية منى الحلاق تنشط وتعمل وتسعى منذ 20 عاما للحفاظ على تراث بيروت وبيوتها الأثرية، تعمل على أن هذا الأمر قضية كبرى، وهي تلم بتفاصيل المدينة وبالانتهاكات التي طالت حجارتها وتعمل على وقفها. سنحاورها عن المدينة التي أحبت ونحب، وعما حصل فيها، وعن الدمار الذي طال بهاء الكثير من بيوتها في العمارة والروح، وكيف يعاد ألقها، ولكن بعد تقرير عن بيوت بيروت. بيروت مدينة غنية بإرثها المعماري المرتبط بتاريخها وبالتحولات الاجتماعية فيها، وتحديداً خلال القرنين 19 و20 اللذين أثرا في تصميم بيروت المدينة وهندستها. قبيل القرن 19 كانت بيوت بيروت داخل سور المدينة تقليدية قديمة مربعة الشكل، جدرانها صماء حفاظاً على الخصوصية، والطبقة الأرضية قبو يستخدم مربطاً للخيل أو دكاكين ومخازن، والفناء الداخلي فسحة مفتوحة على السماء في وسطها بركة ماء وحجرات متفاوتة الاستخدامات من دون شرفات ونوافذ. في أربعينيات القرن 19 ظهر نموذج سمي بالدار، تمثل بقفل الفناء الداخلي السماوي وسقفه بالقرميد، وظهرت النوافذ والأباجورات، وصارت للبيوت واجهات من 3 قناطر تتضمن زخارف من الخشب المخروط بأشكال نباتية وزجاج ملون وأعمدة رخامية، وبلغ عدد الطبقات المباني 3 و4، كما ظهرت القصور الفخمة متأثرة بالعمارة الباروكية، وانتشر الأثاث الأوروبي الكلاسيكي والتحف النادرة، وبدأ استخدام العمارة الكلاسيكية. مطلع القرن 20 لم يتجاوز عدد طبقات أبنية بيروت 4 طبقات، أغلبها وسط المدينة، ولم تظهر الأبنية المرتفعة إلا في مطلع الأربعينيات، حيث أرست حقبة الانتداب الفرنسي قاعدة العمارة الحديثة المرتفعة والخالية من الشرفات والمخصصة للأنشطة الاقتصادية، ومنها بناية سرسق والعسيلي. ثم بدأت الأبنية الإسمنتية ذات الارتفاع العمودي بالانتشار في كل الاتجاهات، وازدادت العمارة بعيد انتهاء الحرب الأهلية، وفقدت مواقع تاريخية مع بقاء عدد من المباني التراثية يظهر فيها الطراز المعماري التقليدي. تحية لكم. شكراً أستاذة منى على مشاركتنا. سأبدأ حتى أخذ كل الوقت معك، لأن الأمر فعلاً بعد ما حصل بالمدينة مؤلم. بالأول، شو الشروط اللي بتاخدوها تتصنفوا هذه العمارة تراثية أو غير تراثية؟ أي مبنى بيحمل تاريخ المدينة بأي منحى من نواحيه، هل مش ضروري يكون بس معماري، من ناحية اجتماعية، من ناحية اقتصادية، كان في محل معين، كان في شخص معين عاش فيه، كان في مناسبة معينة استعمل له هالمبنى، ناس
بتغلط لما بتقول التراث هو مبنى جميل في عناصر تراثية، لأنه التراث معناه شامل أكثر، معناه إنساني أكثر، معناه روح المدينة بكل معانيها. والخطأ الأكبر اللي كلنا بنوقع فيه أنه نفكر التراث هو عمارة جميلة، وهذا شيء غير صحيح. منذ متى بدأ تضرر العمارة التراثية البيروتية برأيك؟ من لما صار المال أهم من الذاكرة ومن الهوية، وهيدا شيء ما تغير أنا برأيي من قبل الحرب اللبنانية. هيدا شيء مش وليد الحرب، هيدا وليد العقلية اللبنانية المبدعة بتفردها. يعني اللي كيف عم مبدعة؟ اللي منحب نحن نبدع كأفراد وليس كمجتمع، منحب نحلق أفراد وليس كمجتمع. فبس تتخطى المصلحة الفردية، ما منطلع على المصلحة، على مصلحة الجميع، على مصلحة العامة، نتصلح على مصلحتنا الشخصية. مشان هيك مش مستحيل التراث هو شيء ذو منفعة عامة، هو جزء من كيان المدينة للجميع. بما أنه نحن ولا لبنان ولا مرة كان عنده جماعة، ولا مرة، من قبل استقلاله وبعد استقلاله لليوم. أنا بقول أنه نحن ولا مرة كنا مجموعة واحدة، ولا مرة. ونحن منتغنى بطوائفنا وبمذاهبنا واختلافنا، بس اختلافنا حقيقي، هو مختلف، نحن مختلفين لدرجة التفرد. يعني جماعات غير مجموعين، غير مجموعات. معنى ذلك أننا أمام طرز كثيرة، يعني بيت بمنازل كثيرة كما قال صحيح كمال صليب. كمال صليب صحيح. العمارة هي تعبير عن المجتمع بكامل جوانبه، تعبير عن كيف بتعيش وشو بتاكل وشو في مواد حواليك، وكيف الطقس، وين بتطلع الشمس وين بتغيب الشمس، شو في نباتات بتطلع. لأنه العمارة جزء منها هو جنين اللي قدام البيت، والعصفور اللي بغني بهالشجرة، والناس اللي عايشين بالبيت. هذا العصفور أو وصول ما ضلت تمام. مشان هيك نحن ما بنحكي عن مباني تراثية، بنحكي عن تجمعات تراثية. البيت لوحده هو بيت متحفي، بتحافظ عليه كمتحف أو كشي جميل بتحطه بالخزانة هيك بالفيترين. بس لما بدك تحافظ على التراث، بدك تحافظ على تجمع تراثي، لأنه البيت لوحده ما بيحكي، البيت بيحكي مع جاره ومع جنينته ومع الشارع اللي فيه ومع تراجعه عن الشارع ومع الباب المفتوح أو المسكر اللي بسور الحجر تبعه، ومع الناس اللي عايشين فيه، الرجال ومرته اللي قاعدين عم يشربوا قهوة على البلكون اللي اليوم مستحيل تشوفها بمبنى. بالعكس إذا في بلكون بسكروه بحطوا له إزاز، لأنه بدهم ما بقى في هاي الفكرة. بحطوا له بردية طبعاً، بسكروا عليه الهواء والضوء والشمس. تمام. والضوء يعني العمارة الفعل، العمارة اللي بتحترم نفسها هي العمارة اللي بتحترم محيطها وطقسها وناسها، مش العمارة اللي بتجيب نعم. من وين ما كان وبتحط بالمدينة. سيدتي، بهذا العمل كيف يمكن توصيف العمارة في بيروت تراثيا؟ أي طرز موجودة فيها؟ هاختصرها كتير. العمارة بلشت بالمنتصف القرن التاسع عشر، وتحديدا لما بور بيروت أخذ مجده، وبلشت بيروت تصير مدينة معروفة بمعنى عم يجي عليها تجارة، بهيدا انفتحت التجارة عليها. بلش البيت اللي ما يسمى بالبيت اللبناني، اللي هو البيت الطابقين اللي تحت أغلبه عقد، فوقه ثلاث قناطر وفوقه أرميد. ثلاث قناطر كتير في كتير طرز اجت من برا، في مواد اجت من برا. يعني نحن هيدول البيوت كان الرخام تبعها من إيطاليا، الأرميد تبعها من مرسيليا، الخشب القطراني اللي بينعمل منه تكنت الأرميد من تركيا. فنحن دايما كل حياتنا محط للآخر، ونحن منستوعبه ومنعمله من عندياتنا. تمام. فهيدا البيت اللي سمي البيت اللبناني هو أصلاً
أيضاً في منه بفلسطين، في منه بالأردن، وتحديداً أهم شيء فيه هو كيفية تقسيمه، لأنه بيعتمد على طريقة الحياة المشرقية اللي هي العائلة الممتدة أو الموسعة. نحن سيستم باترياركي باترياركال، فهو في بهو وسطي بتفوت منه دايماً، تفتح الباب على هالصال الدار أو البهو الوسطي ومنه بتوزع على الغرف، ما في موزع. وهيدا هيدا شيء شرقي، أو لما كنا قبل حتى كان فيها الساحة الوسطية اللي بتفتح، اللي بنشوف بالشام كتير منها، اللي بتفتح على بقية الغرف، بسموها أرض الديار. أرض الديار اللي بيكون فيها نافورة بوسطها وشجر. نحنا تطورنا أخذنا هالبيت على كترته، صار اسمه البيت اللبناني. أوكي، بعدين هيدا. بس أنا بدك تسمحي لي بشغلي. نعم. كتب المستشرق جيز، إذا بتتذكري، هو كان هون 1840. نعم. كانت بيروت كلها داخل الأسوار، كانت مدينة صغيرة داخل الأسوار. بيوصفها، بيوصف عاداتها وتقاليدها، ولكن بيوصفها وكأنها، يعني ذكرني بما قلتي بالطراز الشامي، أنها مدينة منكفئة على نفسها. صحيح. يعني ما حدا بيعرف في جوا البيوت. هل كان هذا طرازا لبنانيا او مشرقيا بعام؟ طبعا مشرقي، مشرقي. نحن حتى اذا بتروح، اذا بتروح على، اكيد اذا بتروح على فلسطين، سوريا، الاردن، كل المنطقه، تركيا، كل البيوت هي عباره عن ارض الديار اللي، وبس تفتح الباب ما بتعرف شو في وراه. يعني جزء من حياتنا اللي السيدات فيها الى حرمه الحرملك، حرمه انه مش كل مكان حدا بيشوفهم. مشان هيك كمان في هالعناصر المعماريه اللي مثل المندلونات اللي السيدات بيقدروا يطلعوا منهم على الخارج وما حدا يشوفهم. فهذا جزء من عمارتنا، عماره مشرقيه بامتياز. نحن عملنا لها نوع من العولمة، لأنه أخذنا شوي من إيطاليا، شوي من تركيا، شوي من المدن الباقية، وحطينا، خلقنا هالنموذج اللي اسمه البيت اللبناني، اللي ضلوا ماشي معنا لأوائل العشرينات لما فات الإسمنت المسلح على العمارة. يعني هون خليني أسألك، إذا استطعنا تحقيب، ناخدها على تمام. حقب. طب العمارة بنهاية الفترة العثمانية كان لها شكل معين ولا كانت نفس العمارة؟ البيت اللبناني اللي كان قبل، السقف ما في له أرميد، كان ينحدى، وحتى بالمدن لما بلش يبلش البرجوازية يعمروا بيوتهم خارج الأسوار، بلشوا بهالبيوت. مشان هيك منشوف البيوت اللي خارج أسوار المدينة أو ما يعرف بوسط بيروت اليوم، بلشوا هالبيوت العريقة مثل بستروس، مثل اليافي، كلياتهم كانوا عم بيعمروا هالبيوت. وضلوا لأنه قصر الدعوق، قصر الدعوق طبعاً، أي كل هالصورة اللي دايماً عائلات عريقة خرجت خارج الأسوار لأنها مقتدرة وما بدها تكون بضجة المدينة وبأسواق المدينة اللي بلشت تجيب ما هب ودب على بيروت. بعد لما تطورت الأساليب المعمارية وإجا الانتداب الفرنسي، بلشت الحقب الجديدة اللي هي فيها صادفت مع الإسمنت المسلح، اللي سمح أنه بدل ما يكون طابقين البيت يصير 4 طوابق متراكمة يعني فوق بعض. يعني بالفترة الفرنسية بالانتداب تمام، جاءنا البيتون المسلح تمام. من منتصف العشرينات بلش استعمال البطون المسلح. اوكي، فاستعمل لحتى، بس ضلوا التوزيع البهر والوسطي ونفسه، يعني كأنه أخذوا البيت الأرميد وحطوه فوق بعض وعملوا درج بطون بيناتهم، وبلشوا، لأنه نحن مشرقيين ومنحب الشمس ومنحب الجلوس خارج المنزل، بلشوا البيوت الأرميد ما كان عندها مجال تعمل بلكين كبيرة، لأنه البلكون كان شقفة رخامة، قد رخامة فيها تكون 1.20 متر، كان هالبلكون 1.20 متر إذا بتلاحظ بكل البيوت الأرميد. يعني بالتعبير الفرنسي بلكونات. أيوه، بس حتى يعني نحن صغير. تمام، بس صغير بالغمق لأنه ما عندنا مجال نمتد معماريا لبرا. لما صار في بطون حطينا أعمدة، في ناس زادوا على بيوتهم اللي الأرميد، بتشوف بنسميها فراندا، وهالفراندا هي هالبلكون المربع الكبير اللي على أعمدة اللي تقريبا قد ربع مساحة أو قد نص مساحة الدار، لأنه نحن الحياة خارج البيت عنا 9-10 أشهر شمس، فالعمارة هي انطلاقا من هيدا الشيء. بلش يصير في مباني ما يسمى بالمباني الصفراء، اللي كانت مباني الانتداب، بتشوف انه لونها اصفر، مرق بعض المباني اللي تلونت احمر
احمر مثل موريس باراز على البطركيه، في سري مباني لونهم احمر مثل شارع مي زياده اللي هو كمان هيدا شيء، بس العلو كان تقريبا كله مش كان تقريبا كان كله اربع طوابق. وهيدي ميزت هالفتره، بس كان قرار كمان انه ما مش مسموح ما بيطلع فوق ال 21 متر. نعم، وهيدا بلش يصير لانه في بطون اسمنت مسلح، صار في تطور للعماره، ما بقى لازم نحفر كل شيء على حجر بالايد، وما ضروري نعمل درابزين حديد مشغول على الايد، صرنا نصب الدرابزين بالبطون، صرنا نصب بدل ما نعمل العناصر الزخرفيه بطلت معموله من حجر منحوت على الايد، صارت ينعمل لها قوالب وتنصب بطون. مشان هيك صار في الار ديكو عنده كثير استوردناه من اوروبا، صار عنده كثير وجود بوجهات الأبنية وبالفرش داخل الدكتور. طبعا يعني صار في كذا مشغل ببيروت طبعا مهم كثير للأرديكو. طبعا طبعا، فنحن لأنه كوزموبوليتان، لأنه عنا هالكوزموبوليتانية، كان عنا هالتطعيم بكل الأشياء اللي قدرنا نفوتها على عمارتنا لحين الوصول لأوائل المودرنزم، لما بلش البيت يصير يتغير من الداخل. يعني هيدا بعد الاستقلال مثلا؟ لا قبل، حتى من الثلاثينات للأربعينات كان بالتوازي عم بضل في بيوت لاحقة البهو الوسطي، وبلشت فكرة انه انا ما بدي عيش افتح بابي على بهو وسطي، انا بدي عيش بطريقة مودرن، فصرت انا بفوت على موزع، وهالموزع بيوزع على ثلاث مناطق، منطقه الاستقبال، منطقه النوم، ومنطقه الخدمه. بلش تفكير الغير مش العائله اللي مش الاجتماعي تماما اللي انا بدي يكون عندي حريتي لما بدي نام عن وبلش هيدا شوي لأوائل لمنتصف الأربعينات، لما خلص صار ما بقى فيه، صار هو النمط السائد، صار كتير غريب تلاقي حدا يعمل بهو وسطي. طب هيدا كله شو علاقة هيدي العمارة؟ البعض يقول أن هذا البيتون المسلح وحش. لا أبدا، البيتون المسلح مادة نبيلة مثل الحجر. أنا قلك ما يقول البعض أن هذه غابات من البيتون المسلح. شو إلها علاقة بالمكان والسكان الآن بمدينة مثل بيروت؟ عمارات عالية، شو في مثلا برج المر، شو له علاقة بالمكان والسكان؟ هلا مش كل الباتون أو الإسمنت المسلح هو مادة، يا فيك تسيء استعمالها وفيك تحسن استعمالها. فمثل برج المر هو كان في فكرة أنه تعمل أبراج التجارة العالمية، في مثله تمام بدبي، برج التجارة أول برج للتجارة العالمية بدبي بيشبه برج المر على شوي أصغر، لأنه كانوا مبسوطين أنه قدرانين يطلعوا بتكرار، وهال العمارة اللي ما إلها خلص خسرت الحميمية تبعها. بس هيدا الصناعة، الثورة الصناعية، وكل انه نحن قدرانين نكون متقدمين باستعمال المادة، ولكن البطون هو مادة نبيلة مثل الحجر، وهي دليل على وقتها. فمستحيل انت بالقرن العشرين تكون عم تستعمل الحجر مثل ما لما كنت عم تستعمله بالقرن التاسع عشر. مثل ما الحجر بالقرن التاسع عشر استعمل لهالبيوت، صار في مادة جديدة بتخليك تطلع أعلى، بتخليك تشوف البحر حتى لو أنت قاعد بمنطقة بعيدة عن البحر، بتخليك تقدر تتنفس وتضوي بيتك أكثر، لأنه البيوت الواطية بتسكر على بعض النور. فهو إذا بتستعمله، اسمحي لنا أنك تشرحي لنا شو تراثية، شو المكمن التراثي بالبيتون المسلح أستاذي الحلال؟ هو أنا قلت لك التراث هو ما يعبر عن المجتمع بوقته. فالبطون المسلح، الأبنية اللي بنسميها الأبنية الحديثة، مثل أنا مثلا أنا زعلت على مباني وادي أبو جميل قد ما زعلت على أوتيل كارلتون اللي انهد مش من زمان، لأنه عنده لغة حديثة بالواجهات تبعه وبالتصميم المعماري تبعه، مع أنه كله بطون. في مواد صار فيها الموزايك الملون اللي بتلاقي مرات بتفوت بتلاقي واجهات المبنية المسكرة بالخمسينات والستينات كلها ياتها هالموزايك الملون، بتلاقي في لغة معمارية مجردة. ولكن هذه نوع من الزخرف، يعني هو
هو جزء من الإرث الماضي لنا هذا الشيء. مثل ما في نحت بالحجر بالبيوت التراثية اللي نحن بنسميها أكثر المتعارف عليها تراثية، في نحت بطريقة تركيب البطون، بطريقة كيف بتركب الحديد تبع الدرابزين، بطريقة بسمون البلينز يعني المسطحات كيف بتتداخل ببعضها. صار في تجريد للعمارة، صار في تجريد للعمارة، يعني بطل لازم كل شيء يكون مزخرف. في اذا بتطلع بالبناية اللي اسمها بناية الشمس على الروشة، هي مجموعة من المسطحات الملونة احمر واصفر بس هي تركيب حديث، يعني كأنها لوحة ترجمت الى مبنى. اوكي، فما فيك تقول انه هيدا منه فن، هيدا فن معماري يتبع الفن المعماري الحديث. طب خليني اسالك بنهاية هذا المحور استاذي، شو الضرر اللي لحق بالعمارة البيروتية الصرف بعد انفجار بيروت، بعد انفجار المرفأ؟ طبعا أول ضرر لحق ببيروت هو الحرب وما تبعها من إعادة إعمار وسط بيروت، وهذا الشيء لازم نقوله، أنه وسط بيروت جرد المدينة من هويتها المعمارية التراثية رغم أنه رمم شوارع بكاملة. يعني كل وسط المدينة الداون تاون إساءة للنسيج المعماري البيروتي، إساءة للنسيج التراثي البيروتي، لأنه التراث هو تخلي الناس بمحلة، مش أنه تفضل بنايات تتزبطهم وتتركهم هيك فاضيين وتجيب لهم ناس غربة يشتغلوا غربة، مش فيهم يكونوا لبنانية بس غربة عنهم. يعني في فرق بين واحد كان كل حياته جده عنده محل بسوق الطويلة، بين واحد إجا استأجر سوق الطويلة وقعد فيها. فهيدا أول إساءة. أو أي بيروتي بيروح تشتري إزازاته من سوق المعرض. تمام. في فرق شاسع بالاستعمال وبالحس الروح تبع هالمكان. تاني ضرر هو كان الرأسمالية والهجمة التطوير العقاري اللي بلش مع سوليدير، او اللي اسمه سوليدير، مشروع سوليدير، وكمل لانه لقوا الناس انه نحن اكثر شيء فينا نعمل فيه مصاري انه نعمر 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 لو على حساب الابنيه التراثيه. فصار كل 4-5 ابنيه تراثيه بينهدوا بيطلع برج محلهم، لانه البرج يعني، يعني بس حتى انا تابع معك، اصبح هناك عمليه تهديم للارث لبناء شيء جديد. تمام. هذا شيء جديد لا علاقه له بالمدينه، له علاقة بالمدينة بس ما لازم يكون على حساب الإرث القديم، لأن المدينة فيها مكان لكل شيء. الفرق كيف بتنظم، المشكلة إنه ما في عنا تنظيم مدني حقيقي بمدينة بيروت، وما عنا لليوم ما عنا قانون لحماية الأبنية التراثية في لبنان مش بس في بيروت، لا يوجد قانون. بعدنا نحن على قرار من وقت الانتداب الفرنسي اللي بيحمي مباني ما قبل 1700 اللي هي آثار وليس التراث، وبيسمح بإدخال مباني على لائحة الجرد إذا وزير الثقافة ارتقى وفيها شروط كتير شبه تعجيزية ليفوت عدد كبير من المباني. سألتني عن دمار بور بيروت، الانفجار بور بيروت. نحن بعد المحافظين على التراث، بعد ما خسرنا وسط بيروت، فكرنا كيف منحمي المرحلة الثانية اللي هي المحيطة فيها. فصنفنا، جربنا نقترح تصنيف الإطار حول وسط بيروت لأربع مناطق، هن الأنطاري عين المريسة، الباشورة زق البلاط، عين الأشرفية، وسرسق الجمال. هيدا الإطار كان متماسك بعد الحرب، وجربنا نحميه لليوم ما قدرنا نحميه. للأسف عين المريسة والأنطار انتهت بعد فيه كم بيت لأنه الهجمة العمرانية عليها كانت ضخمة، لأنه على البحر. زق البلاط الباشورة عندها كتير مشاكل بملاكينا لأنه في فقر، فما قدر يظهر قد هي مهمة معماريا. الانفجار طال أهم تجمعين الأكثر تماسكاً اللي هن الأشرفية، جميزة، سرسق، مرمخايل. سيدتي سنذهب إلى فاصل ونعود، انتظرونا سنتكلم عن بيروت الإرث الحضاري. أحييكم مجدداً من أجراس المشرق.
أستاذة منى، أنا أعلم أنك تحبين العلاقة بين هذه العمارة والروح الإنسانية، لذلك سأسألك كيف تقرأين الجانب الروحي والاجتماعي في العمارة التراثية البيروتية؟ حجاوبك بشو عم نشوف هلأ على الأرض. لما أنا بفوت على بيت مهدم كلياً، ما في ولا شباك ولا باب ولا بلاط ولا أرميد ولا تكنة، وصاحبه ما معه مصاري يركب نايلون ليحمي حاله بعد هذا الانفجار، هلأ بمرمخايل، وبيجي بيقول لي انا ودمي عايدي لما انصبت بالانفجار، نزلت على الصيدليه لجيب شيء بس ضمت جروحي، بيجيني حدا بيقول لي يا عم انت شو بدك بهالبيت، انا مستعد اخذك هلا على شقه صغيره محترمه وبنرجع خلال جمعتين ثلاثه بنحكي كيف فينا نبيع نشتري منك هالبيت. وهو بيقول لي انا خلقت بهالبيت وربيت ولادي بهالبيت وحابب أحفادي يجوا لعندي على هالبيت، فيك تساعديني رممه وأنا ما بدي بيعه. فيكن تساعدون لهودي الناس؟ طبعاً عم نساعدهم، وهيدول الناس اللي أول شيء منساعدهم، اللي أهم، لأنه هيدا روح العمارة، هيدا الشخص بلاه ما بتسوى هالبناية شيء، هيدا وجوده مثله مثل الحجرة بالبيت. يعني هو هيدي المبنى لما انا بفضيه وبظبطه وبعمله مطعم بكون حافظت على قشرته. هو هيدا الشخص، يعني انا بس يحكيني هيك شخص بصير بدي اللي بده اياه بس اقدر رجعه على بيته. ما بعرف اذا هيدا جواب لك. روحها هي الناس اللي ذكرياتها فيها اللي عملت المدينه عن طريق حياتها بهالبيوت. ولكن سيدتي انت تعلمين العماره بدون العلائق الاجتماعية هي هيكل. هل فقدنا العلائق الاجتماعية في لبنان حتى أهملنا كل هذه العمارة؟ أكيد أنه عم نفقدها، لأنه كمان العمارة بتساعد على يا أما تعمل علائق اجتماعية يا أما تخربها. اللي بيعمر بيخلق لك المكان اللي بتشتغل فيه واللي بتعيش فيه واللي بتتطور فيه. إذا أنت عمارتك بتحثك على أنه تنعزل رح تطلع إنسان منعزل، وإذا بتحثك على أنه تختلط رح تطلع إنسان مختلط. إذا أنا بعمل عمارتي بطريقة خلي الناس تحكي مع بعض، وهيدا جزء من لما بيعلمونا كيف نصمم. انت اذا بدك تصمم للناس تختلط بتختلط. لما بتصممه مبنى حتى البلكون تبعه زايح عن ما بيطلع على الناس، بيطلع على الجهه اللي ما فيها الا منظر مفتوح. العمارة القديمه ما كانت هيك، العمارة القديمه كانت مبنيه على الناس تشوف بعضها والناس تحكي مع بعضها. فنحن واجباتنا كمعماريين نقدر نرجع هالشيء. لو بدنا نعمر ابراج البرج ما بيعني انك انت ما فيك تحط الابراج بطريقه تكون بالمدينه عم تعمل على القليله على مستوى الارضي علاقه. في فرق بين تعمل برج مفتوح الارض تبعه للناس تفوت فيه وتظهر، وفي فرق بين ما تحط له سور وتحط عليه كاميرات وتحط حارس. مش المادي ولا العلو ولا شيء هو المشكلة، المشكلة التعامل المعاملة المعمارية. وهيدا الفرق بين ناس معماريين عالميين هلأ بنياتهم مهما كانت فيها روح وفيها تداخل، ومعماريين عم يشتغلوا بس كرمال يسكروا مشروع ويرضوا مالك أو يرضوا عقلية معينة بالمدينة. أنت كنت صريحة عندما ذكرتي ما حصل بسوليدير، يعني بوسط هذه المدينة كيف أصبحت جافة وباردة وإلى حد كبير متصحرة بمعنى من المعاني. طب العمارة الحديثة الآن وعلاقتها بالمجتمع اللبناني، أين تكمن هذه العلاقة الاجتماعية؟ هل هذه الأماكن بنيت للبناني الآن في بيروت؟ هل بيروت للمواطن اللبناني بطريقة أو بأخرى؟ إذا عم تحكي عن وسط بيروت أكيد لا، والدليل إنه ما سمح للقلة القليلة اللي حابة كانت تسترجع مبانيها وإنه يرجعوا لها، ووضع شروط تعجيزية للناس تقدر تسترجع المباني تبعيتها بوقت كانت طالعة الناس من حرب ما عندها مصاري، ما عندها الإمكانية أو القدرة لترجع ترمم مبانيها بالمستوى العالي اللي وضعته سوليدير. أنا لإلي سوليدير هي مشروع مديني
مديني بالتخطيط تبعه بامتياز، اللي استعمل ما يسمى بنقل عامل الاستثمار، يعني حافظ على جزء من المدينة بالمقياس الجميل تبعه اللي هو مقياس الانتداب الموجود حتى بوادي أبو جميل بمقياس الأبنية التراثية اللي الكثافة تبعيتها منخفضة، ونقل هالاستثمار لأنه عملوا شركة وحدة، نقلوا على الأماكن اللي حط فيها هالأبراج. هيدا ما يسمى بنقل عامل الاستثمار، هو أملنا الوحيد واللي مطروح بالقانون اللي مرق مع أستاذ طارق متري بال2007 ورجع مرق بال2017 مع الأستاذ توني عريجي روني عريجي، لأنه نحن عايزين قانون يعطي المالك، مالك الأبنية التراثية، يعطيه جزء من التعويض المادي ليقدر يحافظ على هالمبنى اللي هو طابقين بس بيتعمر محله عشرة. بهيدا الإطار سوليدار كانت تجربة بتفرجي هالانتقال، ولكن الجانب الاجتماعي الروحي فقد تماما. يعني أنت تمشى بوسط بيروت، هل بتلاقي شخص واحد كبير بالعمر كان أنا بستحلي أمرق لاقي حدا صار له 20 سنة بهالمكان؟ ما في، يعني انخلعت الروح تبع المكان. بعطي مثل بركة العنتبلة، نعم. أعيد تعميرها مثل ما هي بشارع بسوق الطويلة، وسميت الساحة ساحة العنتبلة. لما إجا العنتبلة اللي هو جده هو اللي سماها وعملها، نعم. بده يستأجر المحل اللي على هيدا المكان، عطوه سعر مخيف، قال له بس أنا ما بقدر، بس هي ساحتي، هي نافورتي. قالوا له ما بتقدر تدفع، ما فيك تستأجر. استأجر ست محلات لتحت، وتأجرت هاي لمطعم اسمه بليمة إذا ماني غلطانة، مطعم فرنسي كان قاعد كان بركة العنتبلة عم ياكلوا في حدها ناس أكل فرنسي لأنه بيقدروا يدفعوا. بينما أنا لو كنت أنا مديرة سوليدار كنت بخمسة ست أماكن رجعت الناس اللي بتعطي روح هالمدينة، كنت العنتبلة قلت له دخيلك التعب بلاش وأعود بهالمكان لترجع لي فكرة إنه في شيء بيربط الماضي بالحاضر، وبيعوا كل بقية بيعوا كل المحلات ما عدا العنتبلة الجراند تياتر. ليه ما صار مسرح بيروت؟ ليه بناية الأوبرا الوحيدة اللي وقفت ضلت واقفة بعد ما هدموا الريفولي وهدموا مبنى البوليس العثماني؟ ليش ما مبنى الأوبرا اللي بقي واللي هو مثل عظيم على العمارة الحديثة، ليش ما كان تقدم ليكون مركز السينما اللبنانية؟ ليش تأجر لفيرجن ميجا ستور ونحط عليه بابيوني حمراء بافتتاحه لمدة 20 سنة؟ عم بحكي أنا خمس مشاريع كان ممكن تعيد للمدينة اعتبارها المعنوي والروحي، وبيعوا كل شيء باقي وعملوا مصاري من كل شيء باقي، بس خلوا شيء بيقول أنه عطيته احترام لهويتها المدينة بالأقليل. أنا ما عم بقول نوستالجيا، ما عم بقول رجعوا لي المدينة، لأنه ما عندهم ولا اعتبار إلا المادة. وأنا مسؤولة عن كلامي بنظري أنا برأيي. لو أو لأنهم غير مرتبطين بها بطريقة أو بأخرى، ارتباطهم هو المادة. لأنه أنا حدا بهد سينما ريفولي ليفتح ساحة الشهداء على البحر؟ ما اسمها ساحة الشهداء، بطلت ساحة بالأصل. الساحة لازم يكون عندها أربع جوانب. شالوا مبنى الريفولي، عمل له ديناميت ثلاث مرات لأنه كان ما عنده ولا مشكلة إنشائية، وكان معلم. يعني حدا بيقول ساحة الشهداء بلا ما يتذكر مبنى الريفولي؟ ليش كان ضروري نفتحها على البحر؟ ليش ما خليناها ساحتنا؟ هي اليوم موقف سيارات، صار لها ساحة الشهداء أهم مكان بالجمهورية اللبنانية، وفي بقلبه أهم تمثال بالجمهورية اللبنانية، اللي هو تمثال اللي ضحوا لحتى نستقل نحنا وانشنقوا وقعدوا وضحوا بحياتهم كرمالنا. هاي دول الناس، هيدا المكان بيطلع فيه شوك بالصيف لأنه هو موقف سيارات، بدل ما يكون هو قلب المدينة وهو خط التمام. ليش حدوا ساحة الزهور اللي كانت تمام، ساحة الدباس هو الخط، لا وإله رمزية، هو الخط اللي قسم المدينة 15 سنة عن بعضها. إذا أنا كنت مديرة مشروع وسط بيروت، أول شيء كنت عملته إنه ساحة الشهداء كنت حطيت فيها شجر، ما بدفع مصاري بحط شجر ومقاعد، بقول للعالم شرفوا قعدوا، شرفوا احكوا مع بعض. يعني حضرتك جاوبتيني على كم بدي أسألك إياه، وأنا عم كمل بهالحوار الممتع والشيق والمؤلم. أنا هلأ أنا بسنة حقلك شغلة، سنة 93 رحت عملت ماسترز بإيطاليا، هاي السنة الوحيدة اللي تركت لبنان. أنا عايش الحرب كلها وما بعد الحرب والحروب الأخرى.
بال 93 تركت كان سوليدير جربنا نحاربها مع عاصم سلام وجاد ثابت وبيهم كل الناس وجورج ارم ما طلع بايدنا لانه كنا قله قليله والناس بدها تخلص بدها تشيل هالوسخ وهالزباله وهالكلاب الشاردة ما شايفين لقدام شو يعني هالمشروع. فشلنا لا شك. سافرت اعمل ماسترز بهونيك صرت عم يبعثوا لي صور الدمار عم شوف انه عم تتهدم المدينه. بسبتمبر ايلول ال 94 رجعت اول شيء عملته حطيت اغراضي ونزلت على ساحه الشهداء لانه كنت شايفه انه انتهت راحت. نزلت كان ما في شيء بساحه الشهداء حتى التمثال كان راح للترميم. كان في مبنى الاوبرا واللي حده المبنى الانشورنس اللي له الاب الخضره اللي كانت طايره وكان بشوف البحر مدى مفتوح صحراء هيك مسطح رملي لا متناهي لا مبنى بول حاليا اللي هو بنايه الجميزه. انا مهندسه معماريه يعني عندي كثير احساس بالمكان فقدت احساسي انه انا وين وقفت عم جرب افكر انه انا طب وين كان ساحه الشهداء. اوكي كان في كان راح كل شيء. طلعت هيك كان في بلدوزرين بتذكر والصوره موجوده بارشيف النهار طلعت ثاني يوم بالجريده في بلدوزرين عم يمشوا يمينا ويسارا عم بيمهدوا الارض عم بيكزدروا فعلا مثل الليجو مثل الماتش بوكس. فانا كنت محروره رحت سالته للي عم بيسوق قلت له انه ما بقى في شيء شو بعدكم عم تعملوا ما بقى في ولا شيء ولا رمله ولا حجره مش عارفين شو في تحت للارض. قالوا لي نحن عم نحضر لكونسرت لاحتفاليه اعاده الاعمار للسيده فيروز وانا كنت قايلت له يعني كنت قايله انه ما بدي احضرها. فقررت انه ما في فيروز انه كمان ايقونتنا تستعمل لاعاده الاعمار اللي هو فعلا دمار كان شيء مخيف. يومتها برمت وقررت امشي الخط الاخضر كان بعده الشجر طالع من البنايات والناس محتله بكل اللي اجوا تهجروا كانوا محتلين هالمباني وكان بعده في دمار وفي ريحه الحرب كانت بال94 ما انتهت ما خلصت. ويومتها اكتشفت بيت بركات واصريت انه انتقامي للمدينه ساتي الى بيت بركات. ولكن هو كان سؤالي أنت عددتي جزء من الأخطاء اللي ارتكبت بعد 1990 هل هذه الأخطاء يمكن إصلاحها بعد ما حصل في هذه المدينة يا سيدتي؟ أنا إنسان متفائل والدليل أنه صار لي 30 سنة ما قدرت أترك هيدا التفاؤل بإعادة روح المدينة لإلها. ولكن بدون قانون وبدون وزارة ثقافة مسؤولين عن إعادة إحياء ثقافة هالبلد ما بنقدر نعمل شيء. منضلنا مثل الكشافة. بابا كان يقول لي الله يرحمه إنه حاجة تنطنطي مثل الكشافة كل ما تشوفي بناية عم تنهدم تروحي بدك توقفيها. ما بيمشي الحال هيك. منوقف بناية اثنين بس ما منوقف مدينة. ولكن اللي حصل أنا بانفجار بيروت بعد الحزن والصدمة شفت إنه يمكن يكون هيدا امل اخير بعد بعد الانفجار بعد يمكن يكون هيدا املنا الاخير لنشوف قد ايه نحن دمرنا هالمدينه ويمكن يجمعنا لاعاده اعمارها لانه المصيبه اكبر. انا بتاريخ بال 50 سنه اللي عشتهم بنظري هيدا كان أسوأ شيء مرت فيه المدينه على مستوى الدمار التراثي اللي لا يعوض. ويمكن اللي عم نعمله هلا مع المديريه العامه للاثار بدل على انه ايه في امل ويمكن كمان نقدر نقول للعالم انه نحن بنستاهل نرجع نعيش. ما في بلد بالعالم ممكن بعد 7 اسابيع على انفجار بهالضخامه يكون عم يرجع يلملم جروحاته عم يرجع يفتح محلاته وعم يرجع بحاله بذاته بدون ولا مصاري من حدا لليوم حدا جهه رسميه لبنانيه او اجنبيه. بعدهم لهلا وعود من الجهات المانحه ناطرين لنالف حكومه لنقدر ليجربوا يساعدونا. بس نحن على اجرينا وقفنا عن جد. والله نحن شعب بيستاهل يعيش لانه اللي بنعمله ما حدا بيعمله. وبنفس الوقت بحس انه مقاومتنا وما يسمى بالريزيلينس صمودنا يمكن يكون سيف ذو حدين لانه كل ما نوقع نرجع منوقف ومنكمل ومنكون حاضرين للوقعه الثانيه. يعني انا احترم هذا التفاؤل ولكن مثلا مررتي انت على انه لازم نجيب وزير ثقافي. انت بتعرفي انه
أنه من بعد التسعين لليوم يمكن يكون من قبل إنهم يأتون بوزراء ثقافي هو للقول أن على هذا الكرسي في مجلس وزراء وزير ثقافي. تمام. مع أنه ببلدان أخرى يأتون بوزراء ثقافي على نيفو على سوية عالي من الفهم والمعرفة. هل المشكلة فقط هي إدارة حكومية؟ أما أن جزء من الشعب في لبنان لم يعد يهمه هذا التراث أو هذا الإرث أو أنه غير متمسك فيه؟ يعني حتى ما نوضع بس الأمور عند حد، شعبنا هل متمسك بهذا التراث؟ أول شيء بدي أقول إنه مرق كم وزير ثقافي بيستاهلوا يكونوا وزراء ثقافي وما قدروا يشتغلوا مثل ما لازم لأنه مكبلين بغير أشياء. ولكن ما في بلد بالعالم إذا تركت الحرية لشعبه بيخلي بيت طابقين إذا بحق له يعمر 10 طوابق. ما في بلد بالعالم، لأنه هيدي أنانية إنسانية. تأكد إنه لو باريس أنت عاطي الحق ما في قانون بيحمي الأبنية التراثية بوسط باريس، كان صار بباريس ما صار بلبنان. مثل السير ما بتعطي ضبط بده يسافق، لأنه طبيعة غريزة بشرية، بدنا البقاء للأقوى وبدنا نطلع مصاري وبدنا لما في قانون بدنا نمد إيدنا على الحق العام. تمام. ما في حق عام، لما ما في حدا يحفظ الحق العام ما في حق عام. الحق العام منه فكرة، منه تمني. الحق العام ما بيضمنه إلا قوانين للحق العام، وعدم وجود القوانين وتسيب القوانين الموجودة وعدم الالتزام بالقوانين الغير متسيبة كلياته على بعضه بيؤدي لأنه ما في عنا أي جزء أي نوع من احترام الأماكن العامة. في 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 جنينة بالكارانتينا ضلت مقفلة 3 سنين لأنه ما بده يصير فيها تداخل من غير جنسيات، أو ما بدنا نفتحها على العامة لأنه عم بكسروها. كيف بدنا نعطي حرش بيروت ضله 20 سنة مقفل لأنه إذا فتحناه بينزعوه؟ ما إذا أنت ما عندك مجال تستعمل مكان عام، ما عندك ثقافة المكان العام، انت افتحه ولما واحد يجرب يعمل غلط اضربه على ايده وقل له تفضل ادفع ضبطك. تاني يوم ما حدا بيعمل، اذا واحد كب ورقه روح اعطيه ضبط، ما بحياته بكب الورقه مره تانية. فاللوم طبعا على الناس، بس ما تتوقع الناس هي لوحدها. اذا اليوم بدك تفرز مثلا بالمنزل، اذا ما بتفرض عليه يفرز ما حيفرز. اوكي في 10% رح يفرزوا لانه عندهم حس مديني وبيئي، بس في قانون كلهم بيفرزوا. ليش بأوروبا كله بيفرز؟ لأنه في قانون. ليش كله بيلتزم بالحق العام؟ لأنه في قانون. نعم سيدتي، حصل هذا الدمار وقلت أنه يعني ما له مثيل، ولكن بهذا الدمار عندما كنت أتجول لم أرى إلا الزجاج القاتل. أغلب الشهداء من الزجاج، أغلب الجرحى من الزجاج في الشارع وفي البيوت. ما علاقة بيروت بثقافة الزجاج هذا؟ الزجاج كمان نحن المعماريين ما منعطي تهمة للمادة. يعني الزجاج مثله كمان مادة نبيلة إذا أحسن استعماله، مديني على البحر وجميلة وإلى ما هنالك، ولكن وفي شوب وفي حرارة هيدا. ولكن إساءة استعماله، نحن منا يعني أنا عشت بدبي فترة بسيطة، إنه كيف ممكن مدينة كلها شمس تحط لها بنايات زجاجية تهدر لكل شيء وغير إنساني أصلا يعني. فنفس الشيء بلبنان، مدينة مشمسة، مدينة متوسطية، عمارتنا التراثية فيها فتحات وحيط وجدران، ما فيها زجاج كامل. فطبعا هيدي التدخل العمارة الغربية ومثل العمارة الغربية على استيرادها بدون وضعها بإطار المحلي هو اللي بيخلق هالمشاكل. ولكن أنا عندي أمرار بقول على تعقيبا على حديثك، بقول لما تنهدم هيك أمرار بتخيل إذا صار في زلزال بعد لا سمح الله بعد بمبانينا هلأ بمدننا هلأ، لما تهبط البناية بعيدة شر بتكون كومة من الزجاج والألومنيوم ما إلها هوية، ما ممكن تعيد تركيبها. سابقا كانت تنهد الحجارة، تمام، يرجعوا من الحجارة يرمون حجرة تركبها. هلأ منروح نحن بالبيوت التراثية منفتش على نسرة الخشب وحجرة حجرة، لما نعيد تركيبها منقدر من المادة نعيد تركيب لأنه كانت معمولة على الإيد.
لأنه فيها روح اللي عملها ومعمولة على الإيد وعندها مقياس خاصه بالإنسان. نحن بس ما فينا لأنه بدنا هيدا الشيء نمنع التطور العمارة الحديثة، بس أنا بقول أنه العمارة الحديثة هويتها المدمرة غير موجودة. حتكون أنا اليوم ساعدت بتجميع الردم من دمار العمارة الحديثة أن تعيد البناء، ما فيك حتى تستشف شو كانت. نعم. يعني أنا هلأ عم بقلك أنه ساعدت بتجميع الردم من دمار بيروت. هو اليوم مدينة بيروت المدمرة هي عبارة عن جبلين من الزجاج والردم بأرض بالكارنتينا، جبل لا يقل علوه عن 9 أمتار بمساحة 5000 متر مربع. ما فينا نرجع نعرف من وين إجا. أنا ما في يعني أنهي الحلقة ما بدون ما أسألك عن تجربة بناء بركات أو بيت الأصفر أو بيت بيروت. هذه التجربة كان يعني في مين كان معه وأنتوا تعبتوا حتى اقتنصتوها، كمان تضررت بالانفجار الأخير. صحيح. هذه التجربة كيف يمكن لها أن تذهب قدما عندما يراد إحياء هذه المدينة؟ أهمية بناية بركات أنها بتلخص تاريخ المدينة ما قبل الحرب، لأنه هندستها طليعية. هالفراغ اللي بالنص فيها بيفتح المبنى على المدينة بطريقة لا مثيل لها بولا مبنى تاني بالمدينة. ومهندسها يوسف بيك أفتيموس هو مهندس الجران تياتر وساعة السراي وقصر الصنوبر، فهو من أوائل المهندسين اللي لازم نحتفي بتراثهم. بتختصر تاريخ بيروت خلال الحرب، لأنه شاءت الأقدار تكون هالمبنى على خط التماس وتستعمل كما كان لا كموقع متقدم للميليشيات اللي كانت على أحد الجوانب مقابل مبنى تاني بالجهة التانية. وما لا يزال أثار هالناس اللي استعملوا المبنى موجودين، المتاريس كلها موجودة بحرفيتها. واللي استغلت شفافية العمارة، المهندس عملها بطريقة من آخر من آخر أوضة تقدر تشوف المدينة. إجا المقاتل قعد بآخر أوضة وأنص أو أوص على المدينة، فكان فيها التلاحم بين عين مهندس حب المدينة وعين مقاتل كره المدينة وحاول يقتلها. ورجع كمان بتلخص صراعنا لإبقاء على الذاكرة وعلى الهوية، لأنه ضلينا أنا صار لي 27 سنة بعدني لليوم بيت بيروت ما صار متحف، ما صار مبنى عام، بعده بينفتح وبيتسكر على بدون رؤية ثقافية. بيصير بيت بيروت بيت بيروت لما بتقدر أنت كإنسان مين من وين ما جيت بالعالم تتعرف على مدينتك من خلاله كمتحف لذاكرة المدينة. والذاكرة ليست ذاكرة الماضي، نحن اليوم خلقنا ذاكرة انفجار 4 آب، ذاكرة المدينة اللي عم نخلقها كل يوم، واللي هي لازم تكون تفاعلية مع الناس ومش تكون شيء جامد، وإن شاء الله منكمل فيه. أنا يعني آمل معك إن شاء الله أن يتدحرج هذا الأمل إن شاء الله. أعزائي، لا عراقة ولا تحضر من دون ملامح تراث وعمارة توحي لك وللزائر بهوية ما. نحن أشطر الناس في ازدراء القديم وصولا إلى تدميره ثم البكاء عليه. هل من صحوة هوياتية حضارية؟ هل؟ شكري للأستاذة منى الحلاق على إضافتها. شكري لزملائي في البرنامج على جهدهم. أيامكم حضارة وبهاء. سلام عليكم وسلام لكم. شكرا لك.